يقول السائل: من المعلوم أن الصدقات حرمت على آل البيت، وقد كان لغرض لهم من بيت المال، والآن هل يجوز لفقرائهم أن يأخذوا من أموال زكاة أغنيائهم؟ ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم منعهم منها وقال إنها أوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، الرسول يقول لا تحل وحنا نقول تحل، لا ما يصلح هذا، يقول لا تحل، ولكن عليهم أن يطلبوا الرزق من غير الطريق هذا، يطلبوا الرزق من الوجوه الأخرى. نعم.